سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تلقاكم هاد لا فيديو هادي باحسن الظروف. كما كتشوفوا البنات، انا يلا غادي ندخل بعد اول حاجه تحت طلب العديد ديال الاخوات اللي قالوا لي بانك انت جودي كتسكني قريبه للحديقه ديال تمار الرباط. فانا اليوم جيت غادي ندير لكم واحد الجوله، يعني جوله نيت بلي بري ديال الدخله بكل شيء هنا للحديقه. هذه هي الدخله البنات ديال الحديقه. صراحه هذه الحديقه جديده، صراحه قادوها، ديجا جيت ليها شي دو فوا، روى اسعد وامجد. عرفتي الجو مشي مش، واخا كاين واحد شويه ديال الريح، مهم الجو مشي مش البنات. هانتوما كما كتشوفوا البنات، فجينا للكيشي باش نخلصوا. بالنسبه للي بري، بالنسبه للي بري 50 درهم بالنسبه للكبار، وبالنسبه للوليدات اللي قل من 3 سنين غراتوي. وهانتوما الثمن عاوتاني من 3 سنين ل 12 عام ب 30 درهم. وهنايا الا كانت هكا اسره فيها دو بيرسون يعني ومعهم وليد ب 140 درهم، جوج وليدات 140 درهم، يعني جوج وليدات يعني فوق 3 سنين. المهم هما هادو لي بري، هادو اثمنه غير وليد 120 درهم. بالنسبه للتوقيت البنات فهما من 10 الصباح، من 10 الصباح ل 5 ونص ديال العشية.
كما كتشوفوا البنات دابا حنا جلسنا باش نتغداو هنا راه كاينين البلايص هنايا دايرين الكراسه وداكشي هانتوما كما كتشوفوا يعني راه دايرين الكراسه وداكشي فين تيتغداو الناس كاين اللي كيفرش غير في الارض هكا تيجيب معاه شي ليزار ولا شي حاجه وتيفرشها فوق الربيع. مهم بالنسبه للماكله الغدانا خدينا حنايا هكا ساندويتش ديال الكفته معايا غير انا ونبيله وايا واسعد وامجاد راه هما ديروا كوكو بنات وبيزو. المهم خدينا ساندويتش ديال الكفته واسعد وامجد خدينا لهم هكا دي همبرغر وبطبيعه الحال معاهم لي فخيت والمناضة صافي. بالنسبه لي ساندويتش ب 25 درهم لا هما لا هاد الهمبرغر صراحه الثمن مزيان واللي بغات تجيب الماكله ديالها راه بطبيعه الحال غادي تجيب الماكله ديالها. فاحنا نتغداو ومن بعد نعاود نصور لكم شي حاجه. شنو هي هذيك اسعد؟ شنو هي ديك امجاد؟ ولا لا باغ بابا بابا ايا لاباس هادي البنات ايا هادي زرقة جوجها هادي صاحب جولادي هادي بنت جارة ماما صراحة فيما كنكونوا غادي نشي بلاصة كتكون معنا ضروري كيحماقوا عليها ولادي وتا هي درويجة مسكينة الله يحفظها لميمتها.
ناكلها. ها مش هانتوما ولدي عطاني قال لي كوليها. نكملوا الدويره وهو انا معاكم. هانتوما كما كتشوفوا البنات الوليدات تبارك الله عرفتي الحديقه غزاله وعامره ما شاء الله وشميشه والله ليلى هذا النهار. انا رجعت لكم البنات يعني من بعد ما درنا دويره عاوتاني من بعد ما تغدينا درنا واحد الدويره جينا جلسنا عاوتاني في نفس البلاصه اللي تغدينا فيها. ها انتم كما كتشوفوا هما دي جروب الوليدات داكشي غير هي الدنيا بدات كتخواشي شويه بطبيعه الحال ماشي هي وقيته ديال الغداء كلشي باغي تغدي تيكون زحام. ها الدراري تياكلوا لي كلاص. المهم البنات كما كنت قلت لكم قبل ما تفعل القناه كنت قلت لكم يعني القناه غادي يبقاو يكون فيها ديما الجديد ديما غيكونوا فيها مسابقات بطبيعه الحال. فانا قررت البنات نحط لكم واحد المسابقه في هذا الفيديو هذه وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم واللي غادي يكونوا فيها جوج ديال الفائزات. بالنسبه للفائزه الاولى يعني تجيب لي اكبر عدد المشاركين. وبالنسبه للفائزه الثانيه غادي تكون يعني البنات اللي كاينين يعني كاع المتتبعات اللي غادي يكونوا في التعاليق غادي ندير لهم السحب. والمده ديال المسابقه غادي يكون فيها شهر يعني شهر غادي يكون فيها. وبالنسبه لهذه المسابقه غادي تكون دائمه البنات عندي في القناه ماشي شهريه وشهر لا ولا نهار ولا زعما. المهم غادي تكون ان شاء الله دائمه ولكن البنات الى شفت واحد يعني اكتيفيتي عندي في القناه يعني القناه في تحسن. المهم البنات بلاتي يا ماما بلاتي امجد. المهم البنات كما قلت لكم الا كانت غاديه في تحسن والحمد لله راه هي غاديه في تحسن اللهم لك الحمد. حاجه اخرى البنات بالنسبه للجوائز غتبغيو ضروري تعرفوا الجوائز شنا هما. بالنسبه للجوائز غادي تشوفوهم في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. ومن ضمن الشروط ديال المسابقه انكم ديروا لي مشاهده كامله وكنتمنى انهم يعجبوكم يعني لي فيديو ديالي. وبالنسبه للبنات اللي غادي يكونوا في السحب ملي غادي يديروا لي المشاهده الكامله يخليوا لي في التعليق يخليوا لي يعني كومونتير يعني كيتعلق بلا فيديو يعني كومونتير تيتعلق بلا فيديو ابار تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه هذاك الشيء راه معروف يعني يعني تعطيني داك الكومونتير من لا فيديو. صافي البنات كما قلت لكم البنات الا شفت البنات الفيديو بطبيعه الحال الفيديو ديال المسابقه ديما كيكون تيكونوا فيه لي فيو طالعين ولكن البنات كما قلت لكم المده ديال المسابقه شهر ياك. واي فيديو حطيته الا طلع ليا البنات في الا طلع ليا في لي فيو مزيان يعني ماشي غير اللايف ديال ماشي غير في الفيديو ديال المسابقه يعني اي فيديو صورته نزلته عندي في القناه وكان عندي واحد كان عنده واحد الاقبال بحال الشكل ديال الفيديو اللي فيه المسابقه غادي نزيد فائزه ثالثه. مهم كنتمنى ان يكون هادشي مفهوم واللي ما فهمش شي حاجه تخلي لي في التعاليق وان شاء الله غادي ندير واحد اللايف قريب باش نوضح لكم هادشي كامل البنات. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم وخليكم معايا حتى نوريو بعدا ندي الدراري يلعبوا شي شويه ومن بعد نوريكم الجوائز. شوف زيت شمسة السبرديلة أسعد أسعد اطلع باش يتسمج هو رجلها توسخات يديرها باش يمسح. Thank you.
هو هذاك. هانتوما كما كتشوفوا البنات، من بعد ما جيت من الحديقه دابا جيت نيشان عند الذهيبي، خليت الدراري في الطوموبيل جيت نيشان عند الذهيبي. المهم البنات، بالنسبه للجوائز هاد السنيسله هذه، هاد السنيسله هذه كما كتشوفوا اللي غادي تجيب لي اكبر عدد المشاركين، هذه بالنسبه للفائزه الاولى. بالنسبه للفائزه الثانيه البنات، فاكين هاد شواروسكي بطبيعه الحال اللي ربحات معايا، فماشي مشكل غير تقول لي اللون اللي بغات فانا غادي نصيفطو ليها، ما كاين حتى شي مشكل.